من رأيكم يا شباب، هل الصفقات دي هتتم في الشتاء في الماركات الشتوي ده؟ روديجر هل هيروح ريال مدريد؟ قول لي في كومنت هيروح ولا لا، يعني اي اختيارات هقولها لك قول لي انت هيروح ولا لا. كالفرت ليون لاعب ايفرتون هل هيروح ارسنال؟ رافينها لاعب ليدز يونايتد هل هيروح بايرن ميونخ؟ امبابي هل هيروح ريال مدريد من باريس سان جيرمان؟ كافاني هل هيروح من اليونايتد لبرشلونه؟ كوتينيو هل هيروح توتنهام لانه كنت عايزه؟ ايكاردي هل هيروح ليوفنتوس من باريس سان جيرمان؟ بس كده، دي كانت كل الاختيارات. فانتوا قولوا لي بقى في الكومنت، هل اللعيبه دي هتروح ولا لسه مش هتروح؟ انا بتكلم على الشتاء، ميركاتو الشتوي، يعني هو الشهر ده. فمن رايكم هل هيروحوا ولا لا؟ قول لي في كومنت يا اسطى. اخبار على السريع يا اسطى، صحفي بيسال كونتي سؤال، بيقول له هل توتنهام هتدخل الميركاتو الشتوي، هيجيبوا لعيبه يعني في الشهر ده؟ كونتي قال له انا مجرد مدرب، القرار ده قرار النادي. يا خبيث، شايفك انت عايز تجيب، انا عارف انت عايز تجيب حد عاجل يا جماعه. والد هالاند، ابو هالاند يعني، عايز يوقع لريال مدريد في الصيف ده. يا نهار اسود، واه برشلونه بتعاني. بعد ما حطوا الامل ان هو خلاص بقى ابننا هالاند وكده، ابو هالاند او ماي جاد. انا لسه قايل والله في اللايف، انا قلت لكم في اللايف بتاع امبارح، قلت لكم بيريز ده خبيث، ووفر فلوس امبابي عشان يجيبه ببلاش ويجيب بنفس الفلوس هالاند. عاجل تاني، أليجري مدرب يوفنتوس بيقول بموراتا مش هيمشي من يوفنتوس، يعني برشلونة برضو تاني. اقسم بالله برشلونة صعبين عليا جدا، اقسم بالله. اللي صح تسوحتين يا جدعان، في خبر انا مجنني، ميسي لسه متصاب من يومين بس فيروس كورونا. يعني انا بحسدش، بس انا بس بقول بسم الله ما شاء الله. ميسي، باريس سان جيرمان بتعلن تعافي ميسي من فيروس كورونا في يومين. ازاي والله، نسيت ما اقول الانترو بس هقولها تاني. هي مش انترو يعني، انا حاسس ان انا بعمل فيديو على اليوتيوب. اخبار على السريع، هي دي اللي انا قصدي والله. اراخو يعاني من اصابه على في الدراع. هي برشلونه ناقصه. صحيفه سبورت بتقول ان فرينكي ديونج شكله اتصاب اصابه خطيره برضو، يعني اراخو وديونج. والناحيه الثانيه هالاند، ابو هالاند بيقول لك هيجي في الصيف، هيروح ريال مدريد مش هيروح برشلونه. برشلونه بتتسوى. ويوفنتوس أليجري بيقول لك مش هيمشي من يوفنتوس. والله ما عارف في ايه. رسميا برشلونه بعد ما فاز في كاس الملك الاسبانيه يتاهل للدور ال 16 بعد 4893 يوم. الفيش بقميص برشلونه. اخبار على السريع، توخيل بيقول ان كانتي وتياجو سيلفا اتصابوا بكورونا. صحيفه سبورت بتقول ان كوتينو قريب جدا ان هو يتعاقد مع استون فيلا، يعني حاليا في الدوري الانجليزي ثلاث فرق عايزين كوتينو، استون فيلا، توتنهام، ارسنال. تتوقعوا هيروح فين؟ مش عارف، لسه هنشوف، بس اتوقعوا في كومنت يا اسطى. استون فيلا كمان بيستهدف صفقه تانية من ليفربول. ما تسيب ليفربول في حالها يا اسطى. جو جوميز المدافع اللي من ساعه ما اتصاب وهو ما خدش اساسي، ما لعبش اساسي يعني في ليفربول، استون فيلا عايزه تاخده. ميندي ونوير وديناروما بيتنافسوا على لقب افضل حارس في العالم من جائزه ذا بيست. تتوقعوا مين اللي هياخدها يا اسطى؟ من رايك مين احسن حارس في العالم حاليا، ديناروما ولا ميندي ولا نوير؟ وتتوقعوا مين اللي هياخدها؟ يعني اقول لي مين احسن حارس ومين اللي هياخدها. والخبر اللي اصلا المفروض اقوله من بدري، تاجيل مباراه ليفربول وارسنال بسبب الكورونا. الحمد لله يا رب ان ربنا نصرني. اهم المباريات اللي هنتفرج عليها النهارده، وهكون معاكم لايف في مباراه منهم، يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي الساعه 10 الا ربع بتوقيت مصر، وميلان وروما ده اللي هكون معاكم بقى في لايف الساعه 7:30 بتوقيت مصر. المباراه دي هكون معاكم فيها لايف، فلو حابين تقعدوا معايا يعني كرد الفعل، وفي نفس الوقت عايز اشوف ميلان اخبارها ايه. وفي مباراه ثالثه اللي هي انتر ميلان متاجله طبعا ضد بولونيا، اتاجلت. وفي مباريات كتير في الدوري الايطالي، بس قلت هم دول اكتر ثلاث انديه الناس متابعاهم، يعني اللي هو الانتر وايسي ميلان ويوفنتوس وروما ونابولي، الخمس انديه دول. وفي مباراه وديه بين غينيا ورواندا، وغينيا متفوقه لحد دلوقتي 2-0. ده غير طبعا مباراه ارسنال وليفربول اللي اتاجلت، كانت المفروض تتلعب النهارده في كاس الرابطه الانجليزي. في كاس ملك اسبانيا اتلتيكو مدريد هيلعب النهارده الساعه 10:30. وطبعا كاس السوبر السعودي، الهلال ضد الفيصلي الساعه 7:15 بتوقيت مصر، و8:15 بتوقيت السعوديه، و6:15 بتوقيت المغرب والجزائر. سلام يا اسطى. بعد حادثه اليونايتد، الزلزال اللي كان حاصل امبارح ان 11 لعيب مش مبسوط في اليونايتد وعايزين يمشوا، دلوقتي ما بقوش 11، بقوا 17 لعيب. صحيفه سكاي سبورتس منزله اهي،
صحيفه سكاي سبورت منزله ان 17 لعيب، في واحد انا بس مش باين، 17 لعيب مش مبسوطين في اليونايتد ومش مبسوطين بالمدرب ده، وبيقولوا يعني بالمعنى الحرفي اللي هما مش عايزين يقولوا الكلمه دي عشان المدرب موجود، يا المدرب يمشي يا احنا نمشي، لان هما مرهقين جدا ومش قادرين يتعاملوا معاه بسبب اسلوب تدريبه. فمن رايكم هل المدرب يمشي ولا اللعيبه هي اللي ما تستحقش تكون في اليونايتد؟ قول لي في كومنت يا اسطى.